بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلاب الصف الثالث، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية. اليوم سوف نكمل درس المشكلات البيئية. في البداية عزيزي الطالب، دعنا نتعرف على أهداف الدرس. يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادراً على أن أولاً أن يعدد أسباب تلوث مياه البحر، ثانياً يستنتج الأضرار الناتجة عن تلوث مياه البحر. عزيزي الطالب، في الدرس الماضي تعرفنا على أنواع التلوث. من منكم يستطيع أن يكمل المخطط التالي حتى نتوصل إلى درسنا اليوم؟ أحسنت. الصورة الأولى تعبر عن تلوث الهواء، وفي الثانية تعبر عن تلوث المياه، وبالتالي عنوان درسنا اليوم هو تلوث المياه. في البداية عزيزي الطالب، تعال معي نتعرف على أسباب تلوث المياه. شاهد معي الصور التالية وفكر وحاول أن تتعرف على أسباب تلوث مياه البحر. من منكم يستطيع أن يخبرني ماذا يرى في تلك الصور؟ أحسنتم. في الصورة الأولى نرى إلقاء مياه الصرف الصحي في البحر، وفي الثانية أيضا إلقاء بعض مخلفات المصانع في مياه البحر، وفي الجانب الآخر نرى بعض ناقلات البترول البحرية يتسرب منها البترول في مياه البحر. أيضا نرى بقعة كبيرة من البترول وقد تسربت في مياه البحر. والآن عزيزي الطالب، تنتج من الصورة التالية السبب الأول لتلوث مياه البحر. أحسنت. السبب الأول هو تسرب البترول من الناقلات البحرية. تسرب البترول من الناقلات البحرية. من منكم أعزائي الطلاب يستطيع أن يخبرني بالسبب الثاني من أسباب تلوث مياه البحر؟ أحسنتم. إلقاء مخلفات المصانع ومياه الصرف الصحي في مياه البحر. السبب الثاني إلقاء مخلفات المصانع ومياه الصرف الصحي في مياه البحر. وبالتالي يتضح لنا أن أسباب تلوث المياه هي: واحد، تسرب البترول من الناقلات البحرية. ثانيا، إلقاء مخلفات المصانع ومياه الصرف الصحي في مياه البحر. عزيزي الطالب، من فضلك افتح الكتاب صفحة 79 وحاول أن تجيب على السؤال التالي: التخلص من مخلفات المصانع في المياه. هذه العبارة على أي نوع من أنواع التلوث تتحدث؟ أحسنت. تتحدث العبارة عن تلوث المياه. عزيزي الطالب، قبل أن ننتقل إلى النقطة الثانية، أريد من أحدكم أن يذكرني بمفهوم البيئة. لقد تعلمنا في الدرس الماضي مفهوم البيئة. من منكم؟ أحسنت.
البيئة هي المكان الذي يتواجد فيه الكائن الحي، يؤثر فيه ويتأثر به، أي أن الكائن الحي سواء كان إنسان أو كائنات بحرية يتأثر بتلوث مياه البحر. والآن عزيزي الطالب، سوف نتعرف على الأضرار الناتجة عن تلوث مياه البحر لكل من الكائنات البحرية، الطيور البحرية، الإنسان. والآن عزيزي الطالب، تعال معي نتعرف على الأضرار الناتجة عن تلوث مياه البحر. أولاً، بالنسبة للكائنات البحرية، شاهد معي الصور التالية. تعبر الصور التي أمامك عن أحسنت عن بعض الأسماك التي ماتت نتيجة تلوث مياه البحر، وبالتالي الإضرار بالكائنات الحية خاصة الأسماك والقضاء على كثير من أنواعها. والآن عزيزي الطالب، تعال معي لنتعرف على الأضرار الناتجة عن تلوث مياه البحر وأثرها على الطيور البحرية. شاهد معي الصورة التالية وحاول أن تستنتج الآثار الناتجة عن تلوث مياه البحر. نشاهد في الصورة الأولى والثانية طيور بحرية تأثرت بتسرب البترول في مياه البحر، وفي الصورة الأخرى نشاهد أحد الطيور وقد مات نتيجة غذائه على الأسماك الملوثة، وبالتالي يتضح لنا أن تأثير تلوث مياه البحر على الطيور البحرية، أحسنتم، الإضرار بالطيور البحرية التي تتغذى على الأسماك الملوثة. والآن عزيزي الطالب، تعال معي لنتعرف على الأضرار الناتجة عن تلوث مياه البحر على صحة الإنسان. شاهد معي الصور التالية ثم حاول أن تستنتج كيف يتأثر الإنسان بتلوث مياه البحر. الصورة الأولى لإنسان يقوم بصيد الأسماك من منطقة ملوثة ثم يأكل هذه الأسماك. توقع معي عزيزي الطالب، ماذا يحدث لهذا الإنسان؟ أحسن، يضر ذلك بصحة الإنسان، وبالتالي من الأضرار الناتجة عن تلوث مياه البحر الإضرار بصحة الإنسان وغذائه من الأسماك الملوثة. عزيزي الطالب، من فضلك أجب عن السؤال التالي، أكمل الفراغات التالية بكلمات مناسبة. ينتج عن تلوث مياه البحر الإضرار بكل من فراغ، فراغ، فراغ. من منكم يستطيع أن يجيب على هذا السؤال؟ أحسنتم، ينتج عن تلوث مياه البحر الإضرار بكل من الكائنات البحرية، الطيور البحرية، الإنسان. في ختام درسنا اليوم عزيزي الطالب، تعال معي نسترجع ما تعلمناه في درس اليوم. تعلمنا في درس اليوم النوع الثاني من أنواع التلوث،
وهو تلوث مياه البحار. تعلمنا أسباب تلوث مياه البحار، وتعلمنا الأضرار الناتجة عن تلوث مياه البحار. من منكم يستطيع أن يخبرني ما هي أسباب تلوث مياه البحار؟ أحسنتم. أولاً، تسرب البترول من الناقلات البحرية. ثانياً، إلقاء مخلفات المصانع والصرف الصحي في البحار. ممتازين. وما هي الأضرار؟ أحسنتم. الإضرار بالكائنات البحرية وخاصة الأسماك. ثانياً، الإضرار بالطيور البحرية التي تتغذى على الأسماك الملوثة. ثالثاً، الإضرار بصحة الإنسان وغذائه من الأسماك الملوثة. في الختام، إلى لقاء آخر بإذن الله في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.